أمثالنا وقطاوينا كانت تسلينا، حكام ومعرفة وكلها زينة. يلا جاوب يا ذكي وجاوبي يا فطينة. جاهزين؟ أنا جاهز. حبايبي جاهزين؟ أمثال وقطاوي ناقصنا الناس الطيبة. ركزوا يبا وسمعوا مني معنا وكلنا فايدين. عند غطاوي وامثال من زمن الأويا مال، فيها حكمة ومعرفة وتفيدنا بكل الأجيال. اللي ماله أول ماله تالي، يلا جاوب تعال. أمثالنا وغطاوينا كانت تسلينا، فيها حكمة ومعرفة وكلها زينة. يلا جاوب يا ذكي جاوب يا فطينة. يلا جاوب يا ذكي وجاوب يا فطينة. أمثالنا وغطاوينا كانت تسلينا. يبكاش معنا واف. حبايبي معانا متسابق جديد نتعرف عليه. بصالح معاك. بصالح شونك؟ الحمد لله بخير. شخبارك؟ الحمد لله. أسأل عنكم حبيب قلبي، حتى احنا نسأل عنك. قول. في البداية كل عام وانت بخير بصالح. انت بخير وصحة وسلامة. بصالح كم عمرك؟ ساكت 70. ما شاء الله. ايه يبين على البدي؟ والله ما يبين ما شاء الله عليك. اكيد اكيد. خلاص نروح نملك عيل. بصالح قول، سولف لي عن قبل ورمضان. قبل رمضان اول زوارات الاهل يسار يمين، وعشان ما تطبخ بالبيت الا تودي حق اليران. الحين اليران قافل الباب. قافل الباب. قافل الباب. يعني تغير رمضان؟ لا قبل لا تغير غير رمضان. لا الحين رمضان كمبيوتر الحين صار كلها هارديز وما هارديز وسوالف. هذه شو الحكي؟ ما ينفع. اي ما ينفع. عندما تدق بالخنشة وهذا سندويشة تجي براسي. لا ابد ابد. حبيب قلبي وصالح قول، خل اقول لك مسابقتنا وان شاء الله تكون من الفايزين ان شاء الله. عندي 5 امثال كويتية اصيلة قديمة. قديمة؟ قديمة. لا تعطيني بالاربعينات، ترى انا بالخمسينات مولود. ان شاء الله راح تعرفهم. كل مثل انا بقول نص المثل وانت تكمل الباقي. اكمله؟ كل مثل بتكمله بعطيك 5 دنانير. والله كذي ما مكمل، ما فيني شد. ليش؟ عطنا سهل. يلا قول. قول بسم الله بصالح. بسم الله. المثل الاول يقول لك حط راسك بين رجليك واشهد على منو؟ اشهد على الزمن. قربت. حط راسك بين رجليك واشهد على الموجود. غير الموجود وغير الزمن. وغير الزمن. في خيارات شيء؟ هي دلالة على قول الحق. الحق حق. اشهد على الحق. حط راسك بين رجليك واشهد على الحق. لا اشهد على والديك. اشهد على والدك. اي الحق يعني والدينك هذيلا. والدينك يعني في الحق. حتى والدينك ماكو. لا لهم حق علينا. لا هذا المثل يقول لك غير. آه. حط راسك بين رجليك واشهد على والديك في الحق. في الحق. إيه طبعا. تشهد لهم. تشهد لهم حبيب قلبي. لا تشهد لهم ولا ربوك وكذا وكذا. أنا يمكن أنا مضيع، يمكن أنت الصح. ما عندنا ربوك. نقدر نسأل بنهاية البرنامج. في عندنا ضيفة راح خير راح تكون ما شاء الله ضليعة أكثر مني إن شاء الله. المثل الثاني وإن شاء الله سهل. قول. يقول لك المثل الكويتي، لا طبنة. إيه لا طبنة ولا غدا شرنا. صح ما في شرنا. غدا الشر. طبنا ولا غدا الشر. غدا الشر. صح صح. سهل وصعب؟ ها سهل وصعب؟ صعب شوي. لا سهل. لا سهل زين ان شاء الله سهل. طال عمرك. يقول لك المثل الكويتي، لا تزيد الطين بله. لا تزيد الطين بله. وهذا صح. صح. ولا تقول صعب. لا صح. سهل. صح سهل. ايش معناته؟ معناته لا تزيد الطين بلة. يعني إذا مثلا تناجروا جماعة أو شيء ربع وأنت تي وتزيدهم بلة. صح صح. وبعد حبيب قلبي قول. يقول لك المثل، كل هاش فيها حتى أبو شنو؟ عيده عيد لك يا. يقول لك المثل،
كل هاش فيها، يعني كل فيها. دخل فيها ايه؟ حتى ابو يعني مثل ما تقول شيء يعني انفضح ولا شيء ودشوا فيه. كل هاش فيها حتى ابو يريده. ايه. وهذه دلاله على مثلا اللي كل دش السوق وكل دش يا ابو لطوم. يا ابو لطوم. عدل. هذا المثل يقول كذا. عدل. طال عمرك غطايه وتشرفت فيك يا ابو صالح وكل عام تبخير. الله يسلمك كل عام تبخير. انت بخير. صحة وسلامة اجمعين ان شاء الله. امين. وحاضرين حق الطيبين. استاهل. الله يسلمك. الغطاية، غطاية شلون انت غطاية؟ الغطاية يعني سهلة سهلة سهلة. لأن الكمبيوتر قام ما يجمع عندنا. لا 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 إن شاء الله يجمع إن شاء الله يجمع. خسبقنا هارد ديسك. لا زال لا زال لا زال. أنا أقول لك. طال عمرك. الغطاية تقول لك هاون على هاون في البحر تعاون، شنو هو؟ هذا شغلة البحارة. إيه؟ شغلة البحارة. شنو هو هاون على هاون؟ في البحر تعاون شنو؟ مثل ما تقول تعاونوا وما ذلوا. لا غيره، هي كلمة واحدة شغلة، هاون على هاون، هاون في البحر تعاون، شوف ايش قاعد اسوي انا؟ السباحة. غيره شوف ايش قاعد اسوي؟ الأمواج. صح. عدل. صح الأمواج. أمواج البحر صح. أمواج البحر هاون على هاون. هاون على هاون. في البحر تعاون. إي بس ترتفع الأمواج على 10 أمتار و12 متر. هذا الهاون. هذا الهاون، صح. عطني جائزته. ويستاهل حجينا. تفضل يبا كاش مع نواف لبنان. جزاك الله خير. حابب تقول شيء؟ ما قصرت. وكل عام انتم بخير ان شاء الله، من العايدين فايزين ان شاء الله. بخير وصحه وسلامه. متى يطلع اخوي البرنامج؟ رمضان ان شاء الله. برمضان؟ ان شاء الله. نقعد ننطر لرمضان. اي يلا شوار عنا حبيب قلبي. كل عام انتم بخير. مشكور. بكاش مع نواف. ما شاء الله. ما شاء الله متجمعين يا حلوهم اليحال. السلام عليكم. يا حلوكم. عيدين. شلونكم مع العياد يعطوكم؟ لحظة. احنا بنعطيكم عيدية الحين، عفا عليكم ولا تزعلون. اذا ما عطوكم العيادي، العيادي عندنا. العيادي وينها؟ عندنا بالصندوق. مع كاش مع نواف. وين؟ مع كاش مع نواف. حبايبي المشاهدين، في البداية اسمحوا لي أبارك لكم بالعيد وكل عام أنتم بخير، وإن شاء الله يا رب يعود عليكم بالخير والبركة. وكالعادة عندنا ضيفة خفيفة على قلبي وإن شاء الله على قلوبكم كلها، الأستاذة الكبيرة مريم الصالح. مساك الله بالخير وكل عام وأنت بخير يا الغالية. عيدكم مبارك وإن شاء الله يكون عيد محبة وسلام على جميع الدول العربية والإسلامية. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. العيد وفرحته بنواف، بس قبل لا ندش والسوالف وياك خلينا نتعرف على الجيل الحلو هذا اللي دار مدارنا. قوة. الله يقويك. الله يقويك. شلونك؟ زينة. شنو اسمك؟ آمنة. آمنة شلونك؟ الحمد لله. شنو احلى شيء بالعيد يا عمنا؟ احلى شيء بالعيد لما يوزعون العيادي. الله يوزعون العيادي. شو اسمك؟ رواء. ها؟ رواء. رواء. شنو احلى شيء بالعيد يا رواء؟ جمعة الاهل. جمعة الاهل. ايه صح. فين اللي يمك؟ ايه. حبيبتي شو اسمك؟ غلا. غلا شنو احسن شيء بالعيد؟ احسن شيء هذا الحفلات نحتفل. ايه حلوة. وانتي؟ اسمي دانيا. ايه. واحلى شيء طب البعيد ان المسرحيات. ايه. المسرحيات ونستانس. حلو تروحون مسرحيات. ايه. شو اسمك حبيبتي؟ سارة. حلو اسم سارة. شو تسوين بالعيد؟ احلى شيء صلاة العيد. ها؟ صلاة العيد. صلاة العيد. والنعم فيك. الله يهديك ويصلحك. ومنواف اليوم حلقتنا مميزة. يا حلو وهذيلا ما سألناهم شيء. نسألهم ان شاء الله الموسم الجاي. ها يكونون كبروا شوية. ام نواف. هلا. احنا باكر العيد ان شاء الله وكل عام انت بخير. في البدايه انتم طيبين وعيدكم مبارك وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. اللهم امين. العيد هل هلاله وكل الطرب يحلاله. الله. اصلا من غيره ما غيرها الاغنيه ما يصير. انا بالنسبه لي هذه غنيه. ايه. اللي ايه. تقول لي ترى باكر هذه الايقونه ما الايقونه. ايه. صح. انزين بالنسبه لك يا منواف شو اللي يذكرك بالعيد؟ والله يذكرني بأشياء كثيرة. على أيامنا إحنا كنا نفرح
قبلها بثلاث أربعة أيام انتحنا يحنون يدينا زين، وبعدين نزهب هدومنا ونحطهم يم راسنا نخاف إنه يصير فيهم شيء. بعدين الصبح أنا أبوي الله يرحمه عندنا حوش واسع يسوون هالبلاليط ويسوون هاللحم العيش واللحم، ويون الناس الصبح ويفطرون عندنا ويأكلون، وبعدين أدور عليهم أنا عاد. ها أبي عيدية عيديتي عيديتي. وفلوس كانوا يعطون؟ إيه يعطوننا فلوس. كذا يعطونك بنواف؟ كانوا يعطون ربية زين اللي يعطي ربية، لكن مو بس كذي، كنت عندي أختي الكبيرة الله يرحمها كنت أخذ حقي وحق أختي أقولهم أعطوني حق أختي، أخذ أنا العيدية وأطلب فلوس حق أختي الكبيرة. الله. على حسب خبرتي وخبرتي البسيطة، إنكم أنتوا كنتوا تجهزون للعيد من فترة، وإن تشترون له الثوب المناسب له بالسنة سنة، يعني كل سنة تجهزون له بثوب واحد. لا هو مو ثوب، هو نفلوف فستان. فستان يا تنورة وبلوزة يا فستان، إيه نجهز له لا ثلاثة كل يوم فستان. يعني ثلاث فساتين. أيام ثلاثة أيام الاحتفالية العيد كل يوم نفنوف. الله. أي. كل يوم نفنوف. أي والله. أنا اللي أتذكره بالعيد شنو؟ أنا اللي أتذكره بالعيد يا طويلة العمر، إيه أول شيء العيادي. طبعاً عقب صلاة العيد على طول ركض للبيت مجابلين الخوال، ها؟ ويلا قرقش. بس أنا اللي أتذكره في العيد هم الدنانير. ما لحقت عطوني. لا لا ما لحقته. بس كانوا يعطوني دينار. زين. دينار وفي بعض يعني الخوال ولا بعض العمام ما شاء الله يعطونا النص. إيه نعم. بس تسوي شغل. أوه كنا مستانسين وطايرين بالفرحة. نجمعهم على بعض يطلعون يمكن 17 دينار. وبعدين نلعب جنجفة. إيه 17 دينار هذيك كل. إيه. 18 دينار. أيه. اللهم لك الحمد والشكر. نعمة من رب العالمين. حلوة بوقتها. حلوة بوقتها وايد. أيه. الله على دينار قبل. والله على زمان قبل. دينار كله حلو. حبايبي المشاهدين، كانت هذه آخر حلقاتنا مع الأستاذة الكبيرة مريم الصالح، وإن شاء الله يكون هذا البرنامج عجبكم واستمتعتوا فيه ولا وخذيتوا كاش واستفدتوا. إن شاء الله نلقاكم داير السنة الجاية. اللهم آمين. آمين. الحين بنبطل الصندوق. الله ونبن عايد اليحال. يلا, يلا تعال يحال. يلا يلا تعالوا أنتوا الصغار أول عطل صغار. لا وشي نعطل كبار. يلا. 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 تعال. عطني بعد واحد. بعد واحد يلا. يلا. عامتوا بخير. عطل يحال. كلهم. مبارك. كلهم. يلا. مع السلامة، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. عساكم من عوادة. وعساكم من عوادة.